هناك ظواهر غريبة وأحداث نادرة حتى العلم عجز عن تفسيرها. هنا سنرى فتاة من تايلاند ذي قوات خارقة جدا وأثارت استغراب الملايين في العالم. نشاهد الفتاة في وضع غريب وهي تقوم بأشياء فوق قدرة الإنسان لا يستطيع العقل أن يفسرها. لنرى الفيديو معا وإليكم الحكم. هذا الفيديو يصور أولادا يلعبون الكرة في المكسيك في منزل أحد الأصدقاء عندما ظهر مخلوق غريب جدا صارخا وهاربا إلى الخارج. إليكم الحكم عن ماذا ظهر في هذا الفيديو. لنشاهد معا هذه اللقطات. Vayamos contra el Atlético. ¿Para qué lo pintas? ¿Qué es esto? ¡Ve, vamos! ¡No, أخذ هذا الفيديو من كاميرا داخلية لإحدى السيارات. سنرى هنا سيارة جيب رباعية الدفع تسير بسرعة فائقة عندما ظهر شخص من حيث لا ندري، ثم توقف صاحب السيارة للبحث عن الشخص الذي صدمته سيارته فلم يجد له أثر على الطريق. لنشاهد الفيديو معا. هذا الفيديو مأخوذ من كاميرا توجد داخل هذا النفق الأرضي في إسبانيا. عرف هذا النفق المئات من الحوادث السيارات وفي نفس المكان بالتحديد. يفقد السائقون التحكم في سياراتهم بدون وجود أي تفسير. لنشاهد الفيديو معا لنفهم الظاهرة. ما ستراه الآن هو فيديو حير الملايين على صفحات المواقع الاجتماعية. هذا ما سنراه في تسجيل كاميرا المرور على مفترق الطرق. لم يستطع أحد تفسير سبب رفع ثلاث سيارات عن الأرض. لنشاهد معا الفيديو ونحاول أن نفهم. أغرب خمس مخلوقات شوهدت لحد الساعة. في هذا الفيديو نرى شخصا يسوق سيارة في منطقة نائية وخالية ليرى أغرب مشهد في حياته. الشخص أبطأ سرعة السيارة لكي لا يصدم هذا المخلوق الغريب والمرعب. لنشاهد الفيديو معا.
Vamos. لقب هذا المخلوق بوحش الصرف الصحي، وهو مخلوق صور من طرف شركة للصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب United Utilities of England، وقد وصفه المستخدم بمخلوق أكبر حجما بكثير من فأر المجاري، وقد كان يقف على رجليه. وقال العامل أنه لم يرى مخلوقا غريبا مماثلا طيلة حياته. لنشاهد معا هذا الفيديو. هذا الفيديو سجلته كاميرا مراقبة عمومية لمخلوق غريب يقطع الطريق، وذلك حوالي الساعة الثانية صباحا في إنجلترا. وقد طرح هذا الفيديو مجموعة من الأسئلة عن نوعية هذا الحيوان الذي ظل لحد الساعة بدون جواب. لنشاهد الفيديو معا. الفيديو الذي سوف تشاهده يظهر شخصين يأخذان لقطات فيديو عندما ظهر فجأة مخلوق غريب يشبه إنسانا وهو يطير في السماء، وستسمع ناسا يصيحون من غرابة الوضع لرؤيتهم هذا الشخص الطائر. يعتقد الناس أن هذا الشخص كان من المخلوقات الفضائية. لنشاهد الفيديو معا ولنحكم على هذا المشهد. अभी पीछे देख वो क्या है? What the hell? That was almost flying, right? Yes, sir. नहीं दिख रहा. वो देख ना, he's coming back now. वीडियो ले जल्दी. صور هذا الفيديو في بنسلفانيا، حيث سمع السكان أصواتا غريبة خلال الليل.
وبعدها قرر السكان الذهاب إلى الغابة لتفقد مصدر الصوت، حاملين كاميرا فيديو في يد والمصباح في اليد الأخرى لنرى ماذا صور السكان. مشهد مرعب بالفعل.